مرحبا اعزائي متابعي قناه برلين بعين العربيه اليوم راح نتعلم نشيل اشعارات التقويم اللي هي نسميها فيروس التقويم طبعا هو مكانها صار يختلف عن الفيروس القديم واللي انا بسوي عليه حلقه فهسه راح نشوف شلون راح نشيله بس قبل ما نبدا تنسون الاشتراك واللايك راح تدخل على الاعدادات تروح على التقويم تشوف هنا راح تطلع عندنا هذه اللوحة تدخل على الحسابات التقويمات المشتركة راح تطلع هذول التقويمات قبل كانت تروح على الاي ومن هنا تشيله هسه لا تدخل على التقويمات المشتركة راح تدوس عليه راح يطلع هنا الحساب حذف الحساب فأنا اشتركت به شوف هذا كم واحد اشتركت به نفس الشيء حتى اعرف شون اشيله فهذا حذف الحساب وهذا الاخر حذف الحساب هاي اشتركت انا بكم واحد حتى حتى اعرف شون راح اشيله فهذولا اللي هو نسميه فيروس التقويم هسه انشال هسه هنا ما في اي شيء كلها جديده و, و يعني راح الفيروس اتمنى تكونوا استفاديتوا شغله كلش بسيطه بس تدخل على التقويم من, الاشع... من ال من تدخل على عام التقويم و... وتدخل على من وراء التقويم تدخل على الحساب وتشيلها منه اتمنى تكونون استفاديتوا من كل شيء لا تنسوني بالدعم والاشتراك واللايك شكرا للجميع على الدعم مع السلامه